بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الآن أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام لاسم الكريم. أخوك محمد سنان محمد المياحي. الأخ محمد، عرفت أنك مارست تجارة، متى بدأت بممارسة التجارة؟ بدينا والحمد لله من بداية قانون العمال الوافدة اللي هو 2003. ما شاء الله. نعم نعم، يعني هذا شجعكم أنكم تقرب حظكم في التجارة. ونعم بالله. إيه جميل. ما يعني الأشياء التي حرصت أن تتخصص فيها في التجارة؟ مواد غذائية. مواد غذائية. خضروات فواكه. جميل. والحمد لله. أبرز المكتسبات اللي وجدتها من خلال ممارستك للتجارة؟ ومعايشة الواقع. جميل. يعني لابد أنك تكون يعني متواصل مع الجميع. نعم جميل. أخذ خبرات. تواصل اجتماعي. جميل. تعلم من الناس. لابد في أخطاء. جميل. الناس يتفاوتوا في المواقف وفي المعاملة، يعني يجيك مثلا يمكن واحد مشتري، إنسان معصب، إنسان يجادل، إنسان كذا، كيف أنت تستطيع تكيف نفسك مع اختلاف الناس؟ كيف تكيف نفسك؟ لابد تعامل يعني بأسلوب. نعم. أنا في النهاية مهما يكون هذا في النهاية ترى بشر. نعم. يعني بشر لابد انك تتعامل مع اخذ وعطاء. نعم ما شاء الله. يوم مع يوم اكيد انه نعم يعني بيتنازل عن ما هو عليه. نعم صدقت. نصيحتك لمن يمارس التجارة؟ نصيحتي والله هي انه اول بداية يعني يكون عنده مبدأ. نعم. مبدأ يتقي الله. جميل. وفي نفس الوقت القاعدة تقول يرحمه من في الارض يرحمكم من في السماء. نعم صدقت. لأن في النهاية هذاك اللي جاي يشتري منك مين؟ نعم. أخوك، صاحبك، إنسان فقير مثلك مثله. نعم. فلا بد أنك يعني لا تكون لينا فتعصر ولا تكون صلدا فتكسر. ما الأشياء اللي تشجع الناس تقبل إليكم وتشتري من معكم؟ والله أهم حاجة الواحد ترى يشوف احتياجاته الخاصة إيش. نعم جميل. فهو بما محتاج أكيد يشتري. وفي نفس الوقت أصبحت الناس الحين ما مثل السابق، أصبحت الحين خلاص الناس عندها ثقافة. نعم جميل. الناس في الماضي الواحد يشيل لك يعني بالكميات محتاجة وما محتاجة، الحين بما أنه أصبحت ثقافة المادة معهم ما هي الثقافة السابقة اللي هو الوضع المادي وكذا، فأصبح بدوا يعني الناس تحسن من ثقافتها. نعم. إنه يأخذ احتياجاته اليومية أو احتياجاته بما يكفي. نعم. ما ياخذ الكمية الكبيرة وفي النهاية يرميها. صدقت. ياخذ بما يكفي يعني. رسالة ونصيحة تحب ان تقدمها لمن يمارس التجارة؟ رسالتي في البداية انه مثل ما قلت لك، اول بداية يتقي ربه. نعم. في نفسه وفي تجارته. نعم. لان في النهاية يعني مثل الميزان، وخاصة الميزان يعني ميزان الدنيا. فيعني مثقال ذرة خيرا يرى. نعم. فالإنسان يتقي ربه في نفسه وفي نفس الوقت وفي من يتعامل معهم، لأن في النهاية مثلا من عمال أو من تجار أو غيره أو لا أقل منه، في النهاية تراهم بشر. نعم. فنسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله أنه الإنسان يعني يكفي خير وشره. نعم صدق. إذا أحد مثلا بغي يتدرب من خبرتكم من خلال تجاربكم، هل ايضا تشجعوه وتدربوه كذا على التجاره؟ اكيد وتكون نصائحكم أكيد باذن الله تعالى، لانه في النهايه يعني ما في انسان خلق متعلم. نعم. ما في انسان خلق متعلم، الدنيا ترى بونها مدرسه. صدقت. جزاك الله خير، سعدت بالحديث اليك. الله يسعدك. بارك الله فيك. احسن الله يسعدك. بارك الله فيك في ميزان حسناتك. امين. جزاك الله احسن الله اليك. وفق. مشكور. امين.